Bonjour à toutes et à tous mes amis. Avant de commencer ma recette, avant tout, j'arrose mes fleurs. Je m'occupe un petit peu de mon jardin et après, on va préparer une recette. Aujourd'hui, on va préparer des cigares aux cacahuètes. مرحبا بكم اصحابي وحبيبي. قبل ما نبداو الروسيت نتاعي كالعاده لازمني نسقي جنينه نتاعي ومن بعد نخمم باش نطيب الفطور باش نحضر الديسير. اليوم قررت باش نحضروا سيجار بالكاكاوات بالكاكاويه السيجار روسيت تحفونه برشا، مطلبش الحقيقه برشا وقت خاصه كي يبدو عنا ضيف جايين على غفله. نبداو نسقوا البلانت نتاعنا ومن بعد نشوفوا الروسيت مع بعضنا. هذه القرصاية كما قلت لكم كابخ السيزون تحفونا ياسر تعمل القرص الحقيقة روعة. في الربيع في الخريف في الشتاء في الصيف تعمل القرص الحقيقة ما ندموش وقت نبتوها راهي كابخ السيزون. تنجم تنبت راهي حتى في الفاز، تنجم تنبتوها البلانت تاعكم هذوما حتى في الفاز. وراهو مش لازم يومين يومين نسقو، نسقو أي حاجة باش نسقو بها خفيف يعني. صباح خاصة بكري مزمنوش نهار بعد نهار انا نسقي البلانت نتاعي، وكي تبدا الدنيا سخونة الحقيقة شوية ناخذ بالسباشة هذي ونبدا نسقي البلانت نتاعي سطحية ونسقيهم بالقدا بالقدا نهار بعد نهار. البلانت هذيا اسمها حبة مليح، هذا كيف كيف بلانت تحفونا برشا تصير تعمل هذيك العبادة تاعكم حمر سماها حبة الملوك. شلون تحفونا برشا زادا في البركون ولا في الجردة ولا راهي تحفونا برشا. هذه باز بالشيح كيما تعرفوا الشيح دواء، أنا عندي نحطو في البيزان الحقيقة نبتو ونتولها بيه ونحضر بيه التيزان نتاعي كل ليلة ناخذ شوية نحضر بيه التيزان نتاعي. هاكم تسمعوا فطور زيت كيفاش يغني الجو تحفون الحقيقة روعة. كيما تشوفوا عندي البريق نتاعي صغير تحفون ياسر بالنحاس، انا نحب الحاجات التقليدية برشا. هاكا الجنينة نتاعي زينها بحاجات بسيطة بالكل، ماهيش يعني متكلفش بالكل. نحب ياسر النحاس في الجنينة، ميطلبش نظفوه مرة في الشهر والحقيقة ويزين وما يفسدش، تحطوه لبرا ما يفسدش وما يقالو حتى شيء ومزيان برشا، خاصة كي تبدا عندكم بركون ولا جنينة ولا نجم تزينو بالحاجات هذه التقليدية راهي حاجة روعة برشا. ولي بلونط هذوما لي كخاص هذوما ما يتكلفوش ما يطلبوش وقت معانا، نجمو تنبتوهم في البرا الداخل ما يتكلفوش ما يطلبوش الحقيقة وقت. هذه هي البلونط هذه الشيح تشوفوا عندي الشيح والزعتر مع بعضهم خلطتهم. هذه زريعة المعدنوس، معدنوس نبتو بالطريقة هذيا سيدي في غسيل ابخي جو بان لي كرام ايجا البلونطا نوفو. دون دي فاز جي بلونتي اوسي دي بان جو ليتيليز تو لي جور تو لي جور ليتيليز دي بان. كما تعرفوا الزعتر نستعملوه للبيتزا نستعملوه للمقارونه نستعملوه لاي حاجه ونستعملوه للتيزانة اعز حاجه الزعتر حاجه تحفونا برشا كي نبدا عندنا في الديزان. حتى كي نسكنوا في ابارتمون راه نجمو نبتوها في الديزان نجمو نبتو حكايه هذوما. مرحبا بكم اصحابي وحبابي. بعد ما سقينا النبتات نتاعي في الجنينه وقررنا شنو باش نحضروا فطور واش باش نحضروا ديسير، اليوم انا باش نقترح عليكم باش نحضروا السيجار بالكاكاويه. احنا نحضروها باللوز ولا بالكاكاويه وبالجلجلان باي طريقه، اليوم انا قررت باش نحضر لكم السيجار بالكاكاويه.
كاكاوية صافية. خديت الكاكاوية صعدتها على النار في الفرن، وبعد رحيتها بالطريقة هذه متحمروهاش ياسر باش تجيكم مزيانة. وعندي العسل حاضر طيب، والعسل هذايا الروسيت نتاعو موجودة على القناة نتاعي، إذا كان تحبوا تشوفوها نحط لكم اللين تحبوا تدخلوا وتشوفوها كيفاش. هذه العسل عنده مدة كبيرة نحضره بطريقة هذية عاقد برشا، ووقت نجي باش نخلط ونحضر نشحر به نزيدوا ما زهر. هذه هو كيفاش يطيب الطريقة، راهو هذه هي الطريقة، ما تستغربوش معناتها العسل ماهوش كيما نقولوا احنا جاري. أنا توا بعد ما باش نستعملوا نزيدوا ما زهر. وطبعا نحط لكم على الرابط، الرابط على مع لي زاغريديام. عندنا تنجموا تستعملوا جلجلان، انا اخترت اليوم باش نحضر لكم باللوز يفيلي بالطريقه دي، زيت مائده، وعندي عسل حر هذه باش نخلط فيه الكاكاويه نتاعي، خاطر الكاكاويه مش كيما اللوز نجم نخلطوها ما زهر، المستحسن نخلطوها بالعسل ولا بالعسل هذايا طيب. عندي ما زهر باش نخلط فيه بعد العسل هذايا وباش يفوح لنا الروسيت بتاعتنا. والسيجار خديت ورقه من السوق كيما تعرف في دبرك. Voilà mes amis, une fois que j'ai arrosé mes plantes, maintenant on va commencer notre recette. Aujourd'hui, on va préparer cigare aux cacahuètes. C'est une recette tunisienne. On le prépare avec graines de sésame, avec des amandes, avec des cacahuètes, avec des dattes si on le souhaite. Voilà les ingrédients. Alors, il me faut des cacahuètes que je les mixé. Je les mis au four pendant 15 minutes et je les servi. Après, je les mixé de cette façon. J'ai pris des amandes effilées, d'huile végétale, du miel que j'ai préparé à la maison, je vous mets après le lien, un verre de vrai miel et l'eau de fleur. L'eau de fleur, on va mélanger avec du miel, le miel que j'ai préparé, et des feuilles de brique. Nous avons le cacao qui a été fait pour nous aider à la salle de l'huile. Si on a un diamant, on va faire un diamant, on va faire un diamant. نجمو نستعملو العسل هذاك الطيب ليه، هذا عسل حر. خلطو بكدا، خاطر الكاكاوية ما نجموش خلطوها الحقيقة، راهو بما زهر تعجنلكم وتجيكم ماهيش بنينة، استحسن تخلطوها بطريقة هذيا. إذا كان تحبو زادا تنجمو تخلطوها بالحليب النسلي، أون بو ميلونجي الكاكاوات أفيك دو لي كونسونتخي، سي تخي سي 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 تخي تخي بيان أوسي، يجيكم بنينة زادا. لا لا الحليب المركز خلطوها هذه تجيكم مزيان، خلطوا هذاك الخليط بالماء ونشعل الفرن تاعي باش يسخن الفرن، باش من بعد نحطه على نار هنا وطيب لنا في عقلها. طلب شو وقت ومطلب الحقيقه رسيت تحكون برشا، خاصه اذا كان عندنا ضيف باش يجون على غفله. سيت روسيت لي ديان لو سكون دي زانفيتي على بروفيست فوالا فون با بوكو دو طون. نحضر توا لي فايد بريك هذاك نتاعي، أوراق المسوقة هذوك نحضرهم، أه نقصوهم توا هذوكم أوراق المسوقة، مش نقص كان على زوز، تنجمو تحطو أقل، تقصو وتزينو كيما تحبو نتوما، أنا الحقيقة مش نقص على زوز وكا هو، باش كعبة السيجار تجيني تتقرمش فيها ورقة المسوقة، باش تكون أكثر كمية. مش حاضر بلاطو، عندي ضيف على غفلة. تيسع تيسع مش نحضر، منبقاش نطول برشا، ناخذ الورقة البانسو نتاعي ومش ندهن بالزيت، ندهنهم بالزيت بكدا حتى نكملهم الكل. Et en même temps, j'allume mon four à 180 et je commence à préparer mes cigares. Je n'ai rien à dire, c'est là. Recette, elle est simple, parce que aucune autre recette n'est jamais faite. Elle a pas de secret.
الكاكاوية ما فوقوهاش ياسر معناها بالماء السهر والحكايات هذوكم ما تستحقش، هذه وحدها وحدها هي مفاوحة من عند ربي كاكاوية، ما نحطوش ياسر ياسر باش تبقى في النكهة نتاع الكاكاوية نتاعنا. اليوم احنا باش نحضرو كاس سيكاب، مانيش باش نعمل حاجة أخرى، ونحضر بلاطو نتاعي، باش نقيت أعمل بلاطو أكوتي، نحط البلاطو نتاعي ونحط فيه شوية زيت. نحلوه في البلاطو فوالا حتى نكمل البلاطو كامل. اون بو لو فيرمي اوسي دو سيت فاسون. ناخذ الجناب تاعنا نخليها بالطريقة هذيك. باش تجينا كعبة مزيانة نقصو هذاك الجناب نقصوهم. Voilà mon plateau est prêt maintenant. J'ajoute qu'est-ce qu'il me reste d'huile végétale. On met un zit avec le sel. Et je le mets au four à peu près 15 minutes. Il faut servir votre four. Ne t'allez pas chercher à برشا وقت. ما بين 10 دقائق ولا 15 دقيقة. نحطوه في الفور وردوا بينا. ناخذ توا حاجة باش نحط فيها العسل هذاك صحفة، وناخذ العسل اللي حضرته في الدار كيما تشوفوا عقد اللخر هكا، فيه القرفة فيه عود قرنفل، ناخذ بشوية ونحط عليه ما ورد ولا ما زهر، شجرة دو دو فلور ونحلهم نحطهم توا في الميكروواند تحلولي بسهولة تامة ما فما حتى مشكلة. شلميو ميكروواند 2 مينوت خلاص هلقا وحضر كيما تشوفو، ولا تحطو في كسرونة تسخنوه مع ماء الورد. ها كيما تشوفو هذاك هو العسل اللي حضرته في الدار وعنده مدة كبيرة برشا، ونعطو نحط لكم الرابط. كيما تشوفوا السيجاره نتاعنا خضر، نحو الزيت هذاك، الزيت هذاك راه مش يبقى كل في البلاطو. شفتوه الزيت هذاك كل بقى في البلاطو، يعني امبيكابل. مستحسن ما تحطوش الزبده، تحطوا ديما زيت. دو بريفيرونس يفو با ميتر دو بور، يفو ميتر دويل فيجيتال. فوالا تو سو كون امي ça reste au fond du plateau. ناخذ توا العسل نتاعي وناخذ بالكعيبة ونبدا نشحص. راهو تنجمو تستعملو العسل الحر بالطريقة هاذي حتى نكملهم ونشحرهم الكل. نحطو اللوز هذاك في لي وناخد الصحن نتاعي Voilà mes amis, comme vous voyez, notre recette est liée à la fin. J'espère que vous avez aimé ma façon de les préparer. N'hésitez pas à vous abonner et merci beaucoup et à bientôt.
كما تشوفوا صحابي وحبيبي الروسيت نتاعتنا حضرت روسيت تحفونا برشا، ما تطلبش برشا وقت، خاصة إذا كان عندنا ضيف جايين على غفلة نحضروها في ساعة في ساعة. روسيت تحفونا للآخر، نأكد لكم راهي بنينة للآخر وما تتكلفش زاد كيف كيف. ما تنسيوش تحطوا جيم وابوني إذا كان عجبتكم لي روسيت وفيزيدي نتاعي. تبقاو على خير وإن شاء الله نقابلو في روسيت ما أحسن، وبالسلامة.